السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إليكم هذا الخبر. باشرت وزارة المالية اليوم الاثنين تمويل رواتب المتقاعدين المدني والعسكري لشهر آب، وذكرت الوزارة في بيان أن دائرة المحاسبة في الوزارة باشرت بتمويل رواتب المتقاعدين المدني والعسكري لشهر آب. وأكدت الوزارة في بيانها على إدارة مصرفي الرافدين والرشيد وهيئة التقاعد الوطنية استكمال إجراءات دفع رواتب المتقاعدين المدني والعسكري عبر بطاقات الدفع الإلكتروني. ودعت الوزارة المتقاعدين المدني والعسكري كافة ممن ستصلهم رسائل نصية مراجعة فروع المصارف ومنافذ الصرف الآلي في بغداد والمحافظات لاستلام رواتبهم.